اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن عليك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المعصونة والكون كله يسمي ويمسي في سرور وابتهاج بنور إشراق هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر قروزه صلى الله عليه وسلم نطقت بفصيح العبارة مولنة بكمال البشارة وما من حامل عملت في ذلك العام إلا أتت في أنبياء غلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقلي في البطون والظهور وبوجود بعد التكريم وبسط في العالم الكبير بعد التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن القلوب إن القلوب إلى الحبيب تميل إن القلوب إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك الشغف إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل دليل 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 عما الدليل إذا ذكرت محمدا عم الدليل عم الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صارت طموح العاشقين تسيل Yeah.
Thank you.
بالتوحيد صلى الله عليه واختار جود إليه على الأعلى الوجود تجد والسنة الملائكة بتفسير العالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وقدرة تزامت جنان هذا المسجود رياب رزا نورا كاملا في العالم الظهور نورا فوق كل النور فأنبلى كل هم على من عز الله عليه النعمة من أواز الأمة أن يزور عند الوجع الأمة تنسا لجنابها المزعود ومزر بيتا لها بهذا سماد المنجود صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله سيدات مريم وسيدات آسيا وما هما من الهور العين من قسم الله له من الشراب بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم ندب الله على الهدور وجودا هذا المولود فانبلغ شهور الكمال من النور الأمن العمود وبرز الهامد المامون مدينا لله بتقديمه والسجود Oh,
يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الشايل شايل الشايل يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الشايل
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi babi rahmatillah. Anda dama fi inna salatan wa salaman da'iman mutalaziman bila wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma asli lana ya Allah dinana alladhi huwa ismat wa amdina wa asli lana dunyana alladhi minha ma'ashuna wa asli lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna wa tulil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa mutarahatan lana min kulli syar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya bin sampai tuki lima sampai kila asilah nurfa lima zahra inti anzir arsha. Ya bin sampai tuki lima sampai kila asilah nurfa lima zahra inti anzir arsha. Ya bin sampai tuki lima sampai kila asilah nur Fatimah Zahra binti Arizal Arsyatan Allah ya Tuhan insyaAllah minina bisalamah Rabbana ya tatarum alaiha biturul umur bita'atillah Rasul wa yamunu alaiha bisiha wal afiyah wa yu'ilu haqqaha minal ilmin nafi' wal ilmin wasi' wa taqwa wa rizik al-hisiyah wa al-ma'amiyah wa ba'ron bi walidayha wa bisil mursalin ala hatinya kulinya salih abijah dan nabi wa al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنبياء
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية بأقودها وجهت إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيي في مشهورا وفعلي في محمودا ويذوب أملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة الوسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحد الرحال فتغشاها من الغيوضات الغابرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي تسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وهامل راية دعوتك الشاملة علم الأكبر محبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمدهر قاسم إمدادك بعبادك وسادك وإرشادك لأهل بدادك سيد القومين وأشرف الأكلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسن رقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأماننا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تهرنا وذلنا جميلة يا سيدنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب لنا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما كمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازرا ووالاه وظهرا وأم ببركته وشريفه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الديار وأدم راية الدين القوم من في جميع الأقطار منشورة وأعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينة وأقضي للمذنبين وتقبل توبة التائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وافض عن ولاة الحق في جميع النواحي والأبطال وإن العيد من عندك ونزل على الوالدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحج المقيم من الذنوب والخطايا وإنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من السامي والأرواح والقلوب وآله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة.